أعلنت وزارة الدفاع الكندية عن اكتمال شحن أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا بقيمة 59 مليون دولار. أوضحت الدفاع الكندي أنها لا تزال تعمل على كيفية المساهمة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على كيفية تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز F-16. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن في كييف أن كندا ستشارك في الجهود المتعددة الأطراف لتوفير التدريب التجريبي لأوكرانيا.